استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضبية. وقد استعرض سموهما جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية. وقد أكد سموهما أهمية الإعلاء من التضامن والتعاون العربي وبخاصة في هذه المرحلة وما تشهده من تحديات جمة على الصعيدين الأمني والاقتصادي واستهداف المنطقة في أمنها واستقرارها. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المبادرات التي تستهدف تنشيط القطاع السياحي وجعله رافدا أساسيا في المنظومة الاقتصادية المتكاملة، حيث شدد سموهما على ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات سياحية تهيئ هذا القطاع ليكون أكثر فاعلية في النشاط الاقتصادي.